كرم الصندوق العالمي للآثار معالي الشيخ خميس بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار عبر منحها جائزة واتش أورد 2015 كأول شخصية عربية تفوز بها، وذلك مساء يوم أمس الأربعاء خلال احتفال الهرديان السنوي، حيث كرم أيضا الملكة صوفيا ملكة إسبانيا. وتتزامن الاحتفالات هذا العام مع احتفاء الصندوق بذكرى تأسيسه 50. وأمام الحضور الرسمي والشخصيات العالمية المهتمة بالحفاظ على التراث، أكدت معالي الشيخ خميس أهمية التكريم الذي يعتبر رسالة إلى العالم بأسره بوعي مملكة البحرين عبر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة، والعمل الدؤوب لمسؤولي الثقافة والآثار لأهمية التراث الإنساني الذي نفتخر به ونعمل على إظهاره بأجمل صورة. كما شكرت معاليها الصندوق الدولي للآثار الذي يشهد على أهمية وجود مؤسسات تسهر على تاريخ البشرية ومعالمها التراثية الإنسانية، مشيدة بعمله وما أسهم به من خلال نصف قرن مضى، ومتمنية له التقدم والعمل للخير العام في نصف القرن القادم. كذلك أهدت معاليها هذا التكريم لكل داعم لمسيرة الثقافة والحفاظ على التاريخ في المملكة من القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى سهر القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى الذي آمن بأن الاستثمار في الثقافة هو ضمان المستقبل وحفاظ على الماضي الغني بإرثه وتاريخه. ويأتي تكريم معالي الشيخ خميس بنت محمد الخليفة بجائزة الصندوق اعترافا بدورها الفريد الذي قامت به في سبيل صون وحماية التراث العالمي والثقافة البحرينية الذي أدى إلى تطوير البنية التحتية التي حافظت على التراث وأسست لسياحة ثقافية مستدامة. أما جلالة الملكة صوفيا فتم تكريمها بجائزة الهدريان، وذلك تقديرا لجهودها في تعزيز الوعي والفهم للتراث الثقافي في إسبانيا ودعمه بكافة السبل. يذكر أن الصندوق العالمي للآثار يقدم جائزة الهدريان منذ 1988 تكريما للشخصيات القيادية التي تعمل على حفظ تقدير وزيادة الوعي بالتراث الإنساني والعمراني حول العالم. أما جائزة ووتش فتأسست العام 2011 من أجل تكريم الشخصيات التي تقدم أعمالا تحافظ على المواقع التاريخية وتصونها في ظل الأحداث والمتغيرات حول العالم. هذه الجائزة هي تكريم للبحرين لآثارها لحضاراتها لما تملكه من مقومات أهلتها لوضع موقعين من مواقع التراث الإنساني العالمي. هذه الاحتفالية التي تعنى بالتراث والمحافظة على التراث العمراني وتكرم العاملين في هذا المجال، لولا دعم القيادة الرشيدة، لولا التعليمات التي نجدها كل يوم ونحاول تطبيقها ونؤتمن عليها لما تحقق هذا الإنجاز للبحرين. فألف شكر للقائمين على الجائزة، وألف شكر لكل من عمل على المحافظة على هوية بلداننا وأوطاننا في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الوطن العربي. احنا فخورين اليوم وجودنا في هذا الاحتفال الكبير اللي كرم الشيخ خميس، مؤسسة عريقة في نيويورك معنية بالتراث العالمي، رأت أن العمل اللي قامت به الشيخ خميس في البحرين يستحق التقدير الدولي، وأنا فخور وسعيد بوجودي هنا معاهم في حفل التكريم. يوم يعني يوم تاريخي بالنسبة للبحرين، اعتراف الجهود الجبارة التي تقوم بها شيخ خميس لرفع مستوى المعرفة للثقافة البحرينية، تاريخ البحرين العميق، وكذلك لجلب الأجيال الصاعدة على اهتمام الحفاظ على التراث العالمي في المنطقة.